يا رب تكوني النهارده احسن يا دكتوره. احسن من ناحيه ايه؟ لا ما هو سعيد قال لي على الموضوع بتاع الحكم وكده، مش ده خاص بالسنتر النحس برضه؟ سعيد؟ قال لك ايه سعيد؟ استهدي بالله يا دكتوره، الراجل ما ذنبوش حاجه، انا اللي زنيت عليه لحد ما عرفت. وما تقلقيش الخبر ما اتنشرش. لا ما تقلقش انت، انا كويسه قوي، ويا ريت ما تكلمش معايا في الموضوع ده تاني. طب واللي يبقى عنده الحل؟ يوه وبعدين بقى؟ اسمعي مني بس يا دكتوره، انت ايه تعريفك بالظبط عن الرشوه؟ نهار اسود ومنيل، انت جننت؟ انت ازاي تتكلم معايا في موضوع زي ده؟ انا اكيد مش هدفع لك رشوه يعني. بصي بقى، اللي انا اعرفه ان الرشوه حد بيديها لحد مقابل انه يخلص له خدمه، والناس دي غير كده خالص. الناس دي ليها شغل وعايزه شغلها يمشي بسرعه، وبدل ما يتاخر ويتسبب في خسائر كبيره، ولو هم يعرفوا سكه يدفعوا فيها الفلوس اللي عايزين يدوها لك دهيا كانوا دفعوها. بس انت عارفه الروتين عامل ازاي، وده بقى له علاقه بالتقارير المفروض اكتبها عن شركه ماركو. اللهم صل على النبي عليك يا دكتوره. الشركه دي بقى ما عندهاش استعداد انها تستنى لما يتم معاينات وفحوصات مختبر والحاجات اللي انت عارفاها دي اللي بتاخد وقت طويل، يعني فلوس وهتقع على الارض. ايه رايك بقى، خدي انت الفلوس دي احسن وخلصي لهم التقرير بسرعه. ودي بقى ما اسمهاش رشوه يا دكتوره. احنا ياما تعاملنا مع الشركه دي وعارفين منتجاتها كويس، وبعدين انت ياما فحصتيها وعدتيها، مش هيجوا في الاخر بقى ويعقوا؟ وافرض بقى المره دي المنتج ده فيه مشكله وهم عايزين يعدوه؟ لا دي سمعه بقى، ومفيش شركه محترمه تخاطر بسمعتها. على العموم خدي وقتك في التفكير وعقليها في دماغك وفكري كويس. بس وانت بتفكري بقى اعملي حساب الوقت، وخدي بالك إن ربنا بيقطع من هنا عشان يوصل من هنا. سبحان الله، مشكلتك كانت امبارح الصبح وهم اتصلوا بيا امبارح بالليل، وربنا يريد بقى إن الطلب بتاعهم يمشي من عندك أنت. عامله ايه البنت جهاد معاك؟ هي مش معايا يا بابا، معنوسه واقفه تتعلم. بقولك يا ضيع، انا عايزك تاخد بالك قوي من جهاد. البنت دي مش واخده على شغل المحلات والشوارع، يعني عايزك كده يا ماما تخلص الشغل في المحل وتقفله توصلها، وياريت توصلها لغايه البيت. ده هي محطه بالكتير يعني. اصل بصراحه البنت دي تهمني، ابوها عزيز عليا وغالي، اصله صاحبي قوي. ده بقى اللي انا طلعت بقى شاكك فيه طلع مظبوط. اللي هو ايه ان شاء الله؟ انت مش جايب بنت تشتغل في المحل، جايب عروسه. بنت حلال متعلمه وعايزه تلحق تتجوز عشان تخلف، ما عندهاش مانع انها تبقى التانيه، وابوها صاحبي قوي يعني انا عارفهم كويس. وانت شايف بقى يا بابا ان ده وقت مناسب نتكلم فيه في حاجه زي دي وهي حنان في الظروف دي؟ ما بنعمل ايه انا؟ نستنى سنه ولا سنتين ولا 10 سنين؟ ضيع انت دلوقتي في الـ40، ايه نستنى لغايه ما تبقى في الـ50 وبعدين نبتدي نفكر؟ لا يا ابني، انت من حقك تبقى اب، وانا كمان من حقي ابقى جد. وبعدين حنان مراتك، انت عارف ان انا بحبها، وياما حاولت معاها واتكلمت لكن مفيش فايده، هي مش عايزه تخلف. طب انت ذنبك ايه؟ ها ذنبك ايه؟ مش ذنب يا بابا، ده نصيب. ودي حنان اللي وقفت معايا لما فصلوني من الجامعه ظلم. واحده في الظروف اللي هي فيها دي كانت ممكن تقول انا دكتوره وجوزت الدكتور زيي في الجامعة، مش مزين في محل أبوه، بس هي ما عملتش كده. بص يا بابا، اللي بيني وبين حنان مش مجرد جواز وخلفة، لا، اللي بيني وبين حنان
كتير قوي. بص يا حاج، انا بحب حنان ومش هتجوز واحده غيرها. بقول ايه بقى، مش نمشي جهادنا من المحل؟ ايه وتمشيها ليه؟ ما تسيبها تشتغل وتتعلم وتسترزق. ربنا ما يجعلنا منقطعين الارزاق يا اخي. انا مش هعرف اشتغل مع حاجه وانا عارف نيتك كده. ضيق المحل ده بتاعي انا مش بتاعك انت، يعني انا اللي ماشي وانا اللي قاعد، وبعدين مالكش دعوه بنيتي، واعتبر الكلام اللي احنا قلناه ده ما اتقالش خالص من الاساس. انما البيت مش هتمشي، انا بقول لك مش هتمشي. خلاص فتحت كده. ما عندهاش غير العاشر، ولو حد تبعها كانت اديته الاول. السلام عليكم. ببص على الورقه اللي تحت الباب، ده الحساب اللي عليك. بس انا لسه ما قبضتش. لما تبقي تقبضي او تعملي حساب. كدابه، بيقبضوا يوم 28 وهاني قال لي قبل كده. ممكن افهم ايه ده؟ ما قلت لك الحساب اللي عليك. وبتاعي ان شاء الله انا ادفع 750 جنيه، هو انا باكل في البيت ده لوحدي؟ الاسعار غليت، كل حاجه ولعت، ما تنزلي بنفسك وتشوفي، ولا عايزه تعيشي معانا سفلقه؟ انا برضو اللي عايزه اعيش سفلقه؟ وهتدفعيني في الكهرباء 80 جنيه؟ ليه؟ الكهرباء اصلا بتيجي كام؟ بنسرقك احنا يا بت، عايزين ناخد من مال ابوك الحلال ونكبش. مكوه الشعر اكتر حاجه بتسحب كهرباء، مين فينا بتكوي شعرها بقى عشان تنزل تتعيق بيه كل يوم؟ لا طبعا هي اللي لازم تتعيق، مش النجمه اخت النجم اللي بيغني. طب بصي بقى، لو عايزين ادفع الحساب ده تظبطي حسابك بمرضي الله. يعني ايه بمرضي الله دي؟ وانا معرفش ربنا؟ ده الحساب اللي هتدفعيه، ومن الشهر الجاي ان شاء الله هبقى الم لك الفواتير عشان تعرفي. طب ده الحساب اللي انت كاتباه؟ دول ال 400 جنيه اللي انا بدفعهم كل اول شهر، وعليهم 50 جنيه هديه مني ليكي، هو ده اللي عندي، مش هدفع غيره. يعني قبضت اهو. قبضت ولا ما قبضتش دي حاجه ما تخصش حد، عشان ما حدش ليه عندي حاجه. باقي الحساب اللي عندك في الورقه، يا كده يا تفارقينا لحد ما هاني يخرج من السجن ويعرف له صفه معاك. Mm-hmm.